لكن طبعاً بعتذر لهم أكيد لو أي حاجة ضايقتهم، لأن أنا خلي بالك أنا في الآخر برضو أنا والدي فنان وأنا من أسرة فنان، فيعني الفن بالنسبة لي حاجة من الحاجات اللي زعلتهم. آه، وخصوصاً أن أنا والدي برضو طلع واتكلف عشان هو كمان كان متضايق، بس كان متضايق عشاني. تاخدي بالك في وقت قال أنا متضايق عشان أنا عارف إن الحالة مش كده. قال إنك مخطوفة مختطفة. أيوه قال أنت مختطفة. كنت مختطفة فعلا. كنت حاسة إنك مختطفة فعلا؟ يعني بصي المرحلة دي عدت ومش عايزة أخدها قوي، بس ما كنتش في أحسن حالة في حياتي. أنا قلت لك أنت بيجي لك مرحلة في حياتك، خلي بالك أنا طالعة من 12 سنة 11 سنة كنت في حياة مختلفة وراجعة أشتغل، فأنا قابلت هجوم كبير يعني الناس اتقسمت، بقى في ناس مع أن أنا أرجع وفي ناس ضد أن أنا أرجع، وفي وسط صراعهم دول أنا اللي واقفة في النص، فأنا اللي تعبانة لأن لنتوا كده صح ولا أنتوا صح، لأن أنا في حتة تانية خالص، أنا موقفي كان مختلف تماما، ولا حاجة من اللي أنتوا قلتوها ولا حاجة من اللي أنتوا قلتوها، بس مهما أنت تشرحي عمرك ما هتقدري توصلي اللي أنت يعني اللي أنت جواكي قوي للناس، الناس مش هتستوعبه، مش هتفهم أن دي كل إنسان بيمر بظروف معينة في حياته بتبقى مش أسهل حاجة، بتبقى قوية. يعني أنا خلي بالك مش من النوع اللي أخد أي ستيب إلا لو بجد حاجة عملتني كده قوي، فأنا عملت كده قوي فكان لازم أخد قرارات في حياتي، وأنا دايماً كتير في حياتي بتحط في الحتة دي إني ببقى كده قوي لازم أخد قرار في حاجة معينة، يبقى كده يبقى كده. ف ممكن يبقى ليه علاقة باللي قلتيه في الأول، إنه إن أنت ما بتستخدميش أقنعة وإن أنت ما بتعرفيش تعملي عكس اللي أنت حاساه. إنك ما بتعرفيش تستسلمي الوضع بالزبط. ما بقاش شبهك أو ما بقاش بيريحك عشان تبقي في الكونفورت زون. بالظبط. أنا ما بقى لازم بتدفعي تمن ده يا حلقة. أكيد أي حاجة في الدنيا عايزة تعمليها لازم هتدفعي تمنها أي حاجة. الصراع اللي مع نفسك قرب يخلص ولا خلص ولا مش هيخلص. لسه قدامه شوية مش حاسة أنه هيخلص؟ مش هيخلص. بصي مفيش حد مننا ما عندوش طول الوقت الليل نهار، لازم حتى ما تحطي نفسك على المخدة بتقعدي تفكري في 100 ألف حاجة. تأثرتي يعني اتضايقتي لما حد وصفك مثلا بزجزاج رايحه جايه وهو مش متفهم ايه اللي جوه؟ بصراحه اتضايقت، لان انا والله انا مش كده، وعلى فكره انا مش مضايق خالص، وعمري ما حاسه ان انا مضايق، ممكن ابقى مع نفسي على نفسي يعني ازهق كده اقعد شويه نفسي انزل اتمشى بتاع، لكن عمري ما كنت مضايق على الناس. مش الناس كتير قوي تعرفني، عمري مش هقلب على حد ولا ما عنديش التركيبه دي انا. قصتي شوية عميقة جدا خلاص، فطبيعي ان انت احيانا بتتعبي من حاجات معينة او بتضطري تعملي تصرفات معينة، انما ما انهاش مثلا في جواز او طلاق او كده، دي حاجة ديبر خلاص، دي علاقتك انت بربنا زي تحدديها، مش حاجة سهلة على فكرة. صحيح. خصوصا لو انت عايزة تبقي صادقة في اي حاجة بتعمليها. صحيح. مش حاجة سهلة. بتاخد وقت طويل وسنين، ده في ناس مش هم في ناس بتقعد سنين اللي هم العلماء مثلا ولا الفيلوسوفرز ولا مش بيقعدوا سنين عشان يطلعوا. طبعا بيتعبوا قوي، بيتعبوا قد ايه؟ جدا، بيدفعوا من روحهم من طاقتهم وقتهم ومن صحتهم ومن ايام حياتهم علشان يوصلوا لايه؟ لحاجه قد كده صغيره بس تبقى حقيقيه. لحكمه قد لحكمه قد كده. انا شويه بحب عندي الحته دي شويه جوايا على قدي خلاص، وشايفه ان الانسان الحقيقي لازم يكون كده. لأنه لو هو عايش كده وخلاص يعني زي ما تيجي تيجي، ما ناس كتيرة ممكن تبقى عايشة زي ما تيجي تيجي. أنا ما أحبش أبقى عايشة زي ما تيجي تيجي، أنا أحب أن أنا أبقى فاهمة وعندي معاني فاهمها وعندي حاجات أحس بيها، لأن أنا شايفة أن هي دي متعة الحياة أصلا، أن أنت تبقي عايشة فيكي ده جواكي. أكتر هجوم أثر فيكي حالة وضايقك وزعلك، مش مسامحة اللي قاله أو مش معدي عليكي يعني؟ بصي زعلت من حد قال هي في حاجه في مخها مش كويسه او محتاجه تتعالج وكده، بزعل قوي. ده زميل ولا ناقد؟ لا هو ما اعرفش بقى لو زميل او ناقد، انا فاكره الجمله وناس كتيره بتقولها، يعني سمعت بعض الناس بتقولها. بتضايق قوي لان انا بحس ان انتوا مش فاهمين حاجه. يعني انتوا بتقولوا ليه بتقولوا كده؟ يعني انتوا ما تعرفونيش اصلا، ما تعرفوش حالة. ما انتوا بتعرفوا الصوره، انا قلت لك دايما في الصوره المرسومه دي اللي على المسرح بقى. على المسرح. انت على المسرح. فهم شايفين الصوره دي، فالصوره دي ما ينفعش تتهز.
فاهمة؟ فلما يشوفوكي انت او بيشوفوا احداثك انت بياخدوها برضو اللقطه دي من على المسرح. لكن مش بيروحوا ديبر يفهموا، ومش لازم يفهموا. فاهمة؟ انا وصلت مرحلة دي ان انا خلاص مش لازم يفهموا، مش لازم خلاص، هو مش لازم لان ما بصي ما حدش بيفهم حد اصلا 100%. بس فكرة ان انت تحكمي، انا ما بحبش احكم على حد، وعمري في حياتي ما حكمت على حد، لان كل واحد فينا بيمر بظروف مختلفة واحداث طبعًا مختلفة، محدش عارف ظروف حد. طبعا طبعا. فالكلام ده طبعا شوية بيضايقني. ممكن يكون يعني الهجوم على حالة ليه علاقة شوية بانها ست، يعني ممكن لو راجل اخذ القرارات دي في حياته بالشكل ده هتعدي عادي ومحدش. ممكن عشان الستات فعلا مختلف، الموضوع مختلف بالنسبة لهم. ممكن